استعاذة بالله من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حقا إذا ما ابتليت بمصيبة فكن صابرا لحكم الإله القوي المتين. وكل حكم الإله من الصابرين ترى الصلب منك بالصبر يلين. وأبشر بنصر وفوز مبين فإن الله مع الصابرين. واصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم أن المرء غير مخلدي. وإذا أردت مصيبة تسلو بها فتذكر مصابك في الحبيب محمد. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير من صام وقام وعبد الله عز وجل، وخير القائمين والقارئين لكتاب الله خير الورى، وصاحب مقام قاب قوسين أو أدنى. من صلى عليه سيغنم، ومن لم يصلي عليه سيندم. هو الذي يطفئ عنا بشفاعته حر جهنم، هو الذي قدمه في الصخرة علم، هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر المتعال وراء رحمة الهدى وذي ذين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وظاء الظلال وعين العناية وغين الغاية وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعالي وميم الملك ونون النوال وواو الوفاء وهاء الهنا ولا مؤلف التوحيد لا إله إلا الله وياء الياقوتة الكبرى ينبوع الرحمة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ابن آدم، إن كنت في ملل وضيق وأصبحت الآن في حرج فصلي على المصطفى من بني هاشم يأتيك الله بالفرج. يتيما بمفرده قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط المتناضل بأمواج الشرك ليرسيها إلى الشاطئ الأيمن برسالته وشفاعته. جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين قادة، ومن عبادا للأحجار والأوثان عبادا لله الواحد الديان. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، القائل للحسين بن علي: يا حسين، من هو أفضل جهة من النسب؟ فقال: يا رسول الله، أنا أفضل جهة من النسب، فيكفيني فخرا وشرفا أن جدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ف
ثم يكفيني فخرا ان ام السيدة فاطمة الزهراء التي لم يقع عليها دم الحيض في يوم من الايام، ثم يكفيني فخرا ان ابي الامام علي ابن ابي طالب قال له: يا حسين، ان كان هذا هو نسبك فاسمع معي ما هو نسبي، صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معت ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح، عليهم جميعا رحمة من رب العالمين. سلامي على من قال للناقة اشهدي اني رسول الله قالت له نعمي. سلامي على من قال للظبي من انا قال رسول الله ارسلت للامم. سلامي على من قال للظبي من انا قال رسول الله ارسلت للامم. سلامي على الممدوح في طه وياسين والضحى ونوني والقلم. سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو لذلك من الألم. أيها الإخوة المؤمنون، عود طيب مبارك إلى ساحة القرآن الكريم من ليلة تكريم الراحلة الكريمة والدة المهندس عماد عبد الجليل موسى، وجئنا مشاركين الأسرة الكريمة واجب العزاء. سيادة المهندس عماد عبد الجليل موسى، وهكذا الحاج خالد عبد الجليل موسى، والحاج عبد الجليل عبد الجليل موسى، سائلا ربي في عليائه ان يتغمد الراحلة الكريمة بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته، كما اسأل ربي في عليائه ان يجعل هذه الليلة من اسعد لياليها، كما اسأله جل وعلا ان يجعل القرآن الكريم لها في القبر ضياء ويوم العرض شفيعا. ايها الاخوة المؤمنون، ساعدنا في الجزء الاول من هذه الليلة المباركة باستضافة علم من اعلام دولة تلاوة القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية وصاحب الجمعة الغانمة بالمقامات والروايات فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق، كما ننقل لكم هذا اللقاء القرآني المبارك على الهواء مباشرة من داخل كبرى إذاعة القرآن الكريم والهندسة الإذاعية وكبرى مخازن الفراشة والإنارة الذهبية، وهكذا كبرى الهندسة التصويرية المهندس مصطفى خليل والمقيم بالمحمودية، كما ننقلها لكم عبر شاشات الانترنت والهندسة التصويرية المهندس رامي أسامة، وهكذا المهندس مسعد عطالله، وهكذا المهندس محمد مفيد، كما يصحبنا في هذا اليوم المبارك بفيه المناسبات المتر محيي شحاتة عثمان. ايها الاخوة المؤمنون، خلفي منصة القراءة تتهيأ وتتزين لاستقبال علم من اعلام دولة القرآن الكريم وصاحب الجمعة الغانمة بالمقامات والروايات وسفير قراء مصر بالعالمي العربي والاسلامي والملقب بسفير قراء مصر، وهكذا يطلق عليه بين قراء العالم الاسلامي ملك المقامات فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق. ف
فليتفضل الى منصة القراءة ليمتع القلوب والارواح.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن واصبر
واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه Yeah.
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنة مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا
جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وما يطلبه المستمعون لا يطلبه. يحلون فيها من ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلوا
وحففناهما بلفظ وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وحففناهما بنخل Allah'a emanet olun.
وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه وَإِنْ رُدِدْتُ إِلَى
خلقك من تراب قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا خلقك من تراب ثم من نطفة
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. من روائع سورة الكهف عزف على أوتار القلوب ليمتع القلوب، ملك المقامات وصاحب الجامعة الغانمة بالمقامات والروايات، سفير قراء مصر فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري ورائد من رواد إذاعة القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة. نقلت لكم هذه التلاوة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وأحدث الهندسة الصوتية وكبرى مخازن الإنارة الذهبية وهكذا كبرى مخازن الفراشة والخيام المكيفة، أولاد الحاج مصطفى خليل قرية المحمودية مركز ومدينة كرنس. واجب الخدمة الفندقية الممتازة عميد الخدمات الفندقية المتر محيا شحاتة عثمان. أسرة الراحلة الكريمة معالي المهندس عماد عبد الجليل والحاج خالد عبد الجليل والحاج عبد الجليل عبد الجليل، يتقدمون جميعا بخالص الشكر الى كل من اتى يقدم واجب العزاء من السادة اعضاء الهيئات التنفيذية وهكذا السادة اعضاء هيئات القضائية وهكذا السادة افراد وزارة الداخلية. ايها الاخوة المؤمنون، سائلا ربي في عليائه ان يجعل هذه الليلة المباركة من اسعد ليالي الراحلة الكريمة وأن يجعل ثواب ما قرأناه وتلوناه في ميزان الراحلة الكريمة. أيها الأخوة المؤمنون، من لا يشكر الناس لا يستحق أن يشكره الناس، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.